أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم تاني في فقرة مميزة جدا، لأن الفقرة دي معايا شاب هو عمل زي ما الكتاب ما بيقول، فكر خارج الصندوق، فكر في مشروع مهم جدا شغال بشكل كبير جدا في الدول الأخرى، بس في عندنا في مصر الموضوع يعتبر نادر، وبالفعل قدر إن هو يحقق مكانة فيه كويسة جدا. ضيفي الكريم النهاردة أستاذ خالد أشرف، رئيس شركة خالد جروب لتجارة فوارغ مستحضرات التجميل. أستاذ خالد، أنا سعيد جدا باللقاء مع حضرتك. في البداية عايز افهم من حضرتك لكتير من الساده المشاهدين، فكره زي دي جات لك منين؟ والله بص، هو انا يعني في الاول واخيرا دي يعني تقدر تقول ده شغلنا الاساسي. يعني انا طلعت لقيت والدي كده، لقيت عمامي كده، لقيت يعني شبه اهلي كلهم، دي اساس الشغلانه اساسا. بس تقدر تقول كده اللي هو انا ما حبيتش اللي هو عايش في جلباب ابي، بمعنى صح اللي هو حبيت اللي انا اطلع من بره. حبيت تعمل اضافه؟ حبيت اعمل اضافه لنفسي. يعني انا لقيتهم شقي وتعبوا، انا والدي وعمامي يعني بسمهم ما شاء الله، ليهم اسمهم في السوق وليهم تجارتهم من قديم الازل، بس حبيت ان انا اعمل حاجه لنفسي. يعني الموضوع بزنس فاميلي. تمام. طيب استاذ خالد، خليني برضو افهم منك حاجه، يعني بدايه التجاره دي عند العيله كانت ازاي؟ يعني منين جات لك او جات لهم فكره تجاره فوارغ مستحضرات التجميل؟ بص، هو في الاول خالص، في يعني في البدايه خالص، في الكلام ده من نشأة، الكلام ده في البدايه خالص، من الاول خالص، هي كانت بدات بحاجه صغيره جدا. واصلا يعني مستحضرات التجميل دي كانت بتيجي فوارغ وبيتعاد تدويرها تاني. يعني بتتاخد وتعملها اعاده تدوير تاني. فالنهارده الشعب المصري بقى متفتح، يعني هو مش مستقبل حاجه زي كده، او مش هينفع ان احنا نتعاملها من حاجه زي كده. تمام. فواحده واحده طبعا مع توفير الدوله اللي هي وفرته لنا مصنع، عملنا عندنا مصنع مستحضرات تجميل، فوارغ مستحضرات تجميل، قدرنا نعمل الفوارغ ذات نفسها جديده، كواليتي محترم. تمام. كواليتي كويس، حاجه تليق بما يعني زي تقدر تقول كده تليق بالعميل المصري. بتعمل تصنيع للفوارغ. تمام. حاجه جديده كويسه جدا، زي اللي انت بتشوفها، مستورده، هو شبه هي مستورده بس معموله هنا في مصر. يعني اللي افهمه من حضرتك ان التجاره عندك لفوارغ مستحضرات التجميل مش قايمه على اعاده التدوير، قايمه على اعاده تصنيع للمنتج نفسه. اعاده تصنيع المنتج. انا عندي النهارده يعني بشتغل بمعدات ومكنات في المصنع عندي بتاع والدي، ده اللي انا برضه باخد منه، شركه خالد جروب بتاخد منه الشغل، يعني باخد منه الفوارغ جديده، يعني مكان هو اللي بيصنع الفوارغ ذات نفسها، وبعد كده تبتدي اعاده التعبئه للماده الخام. انا ما بعبيش، انا ايوه فاهم. بتواصل مع اللي الشركات اللي بتكون ماسكه البراندات وهي اللي بتبتدي تستخدم الموضوع. طب خليني اسالك برضو، ايه الصعوبات اللي واجهتك في تجاره فوارغ مستحضرات التجميل؟ يعني هل الموضوع كان في بدايته وصل للنجاح الكبير ده من اول مره، ولا كان في صعوبات واجهتكم قبل كده؟ طبعا في الاول وفي الاخر ده توفيق ربنا، ويعني هو تقدر تقول الصعوبات في المساله ديت قصه الاستيراد. الاستيراد؟ الاستيراد في ايام اللي احنا فيها النهارده ديت، يعني طبعا بالظروف اللي بتمر بيها البلد، فالاستيراد ضعيف شويه. فانت النهارده شغلك كله بقى يعني مبني على قصه الاستيراد، لان المعدات او المكنات اللي انت هتطلع الكواليتي النظيف او الحاجه كويسه استحاله هتلاقيها هنا في مصر. طب خليني بقى، بما ان حضرتك ذكرت موضوع الاستيراد، اتكلم معاك في نقطه مهمه جدا، وده اللي انا اكتشفته وكان بالنسبه لي مفاجاه ليا والفريق الاعداد. تمام. ان في كيانات في بعض الدول زي الصين، ده على سبيل المثال، بيكون جزء كبير من اقتصادها قايم على تجاره فوارغ مستحضرات التجميل. تمام. ازاي النوع ده من الصناعات قدر ان هو يحتل مكانه كبيره زي، يعني ما نقدرش نقول ان هو بيقل شيء عن الاندستريز او التجارات الكبيره النهارده؟ يعني فكره فوارغ مستحضرات التجميل او مستحضرات التجميل عامه هي فكره مش اللي هي قليله او هينه او بتاع، لا حاجة ماسكة يعتبر معظم البلد. طب ازاي نقدر ان احنا نخلي الموضوع في مصر يعمم، او ازاي اي شاب دلوقتي بيفكر ان هو يبتدي النوع ده من التجارة، خليني اسألك، اخلق لنا الطريق الذهبي او اعمل لنا روشتة نقدر نمشي عليها. هو انت النهاردة ممكن، يعني انا في لينكات طبعا اكيد نزل على الشاشة، اكيد طبعا، وانت ممكن، انا على تم الاستعداد باي استفسار لزملائي او اصحابي او يعني ان هم يجوا يخش عندنا المكان او المصنع او الفرع بتاعنا، نقدر نقدم لهم الفوارغ. وفي ناس بتعمل هاند ميد. يعني افهم منك انك خالق قناه اتصال على الفيسبوك او على قناه اتصال المتاحه ليك، التليجرام بتاعنا، اي شاب يقدر يوصل لك. تمام. ويقدر ان هو يبتدي المشروع بشكل طبيعي. اكيد طبعا، وبيبقى ليه اسعار مميزه كمان. تمام. هو التجاره عندنا بتبتدي على الجمله والقطاعي، بتبتدي على فئتين، فانا النهارده بحاول اوفر لده واوفر لده. طب خليني اسالك، انا لو حبيت اخش النوع ده من البيزنس، محتاج راس مال بدايه من كام،
وطبعا السقف اكيد غير محدود، انا بتكلم يعني ابتدي من كام عشان اقدر انا اعمل مشروع تجاره فوارغ مستحضرات التجميل؟ بص، هو يعني على سبيل اللي انت تشتغل في الفوارغ ولا تشتغل في اللي انت تجيب فوارغ وتعبيها وتعمل مش اعاده تعبئه، انا بتكلم على اعاده تصنيع الفوارغ المستحضرات التجميل. لا هو النهارده انا مش كسب برضو اعاده تعبئه، انا بتكلم انا بقول لك اعاده تصنيع. اعاده تصنيع محتاج كام فلوس عشان اقدر اعمل النوع ده من البيزنس لاعاده التصنيع؟ لا هي محتاجه مبالغ لان انت محتاج معدات. نقدر نحط رقم معين ولا صعب؟ لا ده ما اقدرش احط لك رقم طبعا، لان ده مكن، والمكن فيه يعني انواع، في مكن اوتوماتيك، في مكن يدوي، في مكن عادي، فده على حسب امكانياتك او قدرتك الشخصيه اللي تقدر تشتري بيها. طب خليني برضه احدد لك حاجه معينه. خليني برضه اقول لحضرتك على حاجه، لما كنا بنتكلم في الفقره السابقه عن مستحضرات التجميل كان في كتير من السيدات بتشتكي من الفرق ما بين الاصلي والنسخ او الهاي كوبي والاوريجينال. خليني نتكلم بقى في مجال تخصصك، فوارغ مستحضرات التجميل، ازاي اقدر افرق ما بين الحاجة الأصلية وما بين الفوارغ اللي بتكون درجة تانية؟ تمام، هو أنا مش عندي فوارغ درجة تانية، هو عندي الفوارغ هي اوريدي حاجة كويسة وحاجة محترمة، بس الفرق عندي إن هو أنت بتشتري حاجة مستوردة من بره، إنما اللي عندي أنا هنا فهو واحد مصري زي حضرتك. أنا بتكلم على كعميل أو كسيدة بتشتري منتج، إزاي تفرق ما بينهم؟ أنا عارف إن حضرتك مش بتشتغل في الفرز التاني. أكيد طبعًا، العميل بيقدر يتفند بيبان الكواليتي من من المعبوزة نفسها، ان دي كانت براند او مش براند، لان انا ما ببيعش براندات، ما ينفعش ان انا اكون في شركه ليها اسم معين وانا انزل نفس النوع بنفس الشكل بتاع الشركه، ما ينفعش ان انا اعمل كده. طيب خليني برضو اتكلم معاك، انا عرفت ان انت ليك لمسه بشكل كبير جدا في التصميم لفوارغ مستحضرات التجميل بالنسبه لجزئيه اعاده التصنيع. منتجات خالد جروب هتظهر معانا على الشاشه، عايز افهم من حضرتك ازاي بتقدر انك تخلي المنتج يطلع بالشكل ده ويبقى مثالي بالنسبه لاي سيده لما تمسكه في ايديها، انها المنتج بالنسبه لها ما يفرقش شيء عن اي منتج تاني. تمام، يعني ما بتحسش باختلاف، ازاي بتقدر توصل للنتيجه دي والدقه في التصنيع؟ يعني عندي في ناس في المصنع عندنا بتقوم على تعديد الاستنباط، ويعني يعني تقدر تقول ان هو في شكل جديد، يعني زي مثلا المنتجات اللي معانا كده. المنتجات اللي معانا دي مستورده. دي مستورده كواليتي، مستورد حاجه نظيفه، حاجه كويسه جدا. دي ما يعني مش معموله هنا اصلا، ده بيبقى استيراد من بره. ده استيراد من بره، انما الكواليتي اللي احنا نقدر نعمله هنا هو البلاستيك. ده الوحيد اللي احنا بنعمله في المصانع عندنا. طب انت ذكرت لي ان بيبقى عندك مشاكل في الاستيراد، خليني اسالك ايه اللي بتطلبه من الدوله بحيث انها تسهل عليك النوع ده من التجاره عشان يزدهر في ظل طبعا رعايه الرئيس السيسي؟ طبعا احنا بنشكره ده يعني جدا على المجهودات اللي هو بيعملها معانا، بس هي تسهيلات الاستيراد في اللي هو في حاجات ما بتخشش، حاجات ممنوع دخولها. ممنوع دخولها؟ ممنوع دخولها، يعني حاجات زي ادوات المسكره، ادوات الروج، الكلام ده، الحاجات دي ممنوع. ده بيكون سبب منعه ايه؟ دي سياسه عندهم هم، انا مش يعني في بعض ادوات التجميل ممنوع دخولها، ممنوع دخولها، بس هي في حاجات هو صح فيها لان دي حاجات براندات، فانا ما ينفعش ان انا اخدها، شركه كبيره مسؤوله عنها. فممكن يحصل غش، نوع من انواع الغش التجاري يعني. فهمت. فانا النهارده برضو حتى لو عندي امكانيه ان انا اعملها انا في مصر، ما ينفعش ان انا كمصنع اعملها. تمام. طب خليني اسالك، في كتير من الشباب بيكونوا عايزين يبتدوا ان هم يعمل مستحضر تجميلي. في حاله ان هو حب يبتدي ان هو يعمل عبوات او يعمل عبوات عشان يحط فيها الماتيريال او الماده الخام للمستحضر التجميلي. تمام. ازاي بتقدر توفر له النوع ده من العبوات وفي نفس الوقت بسعر مناسب؟ النهارده انا في شركه خالد جروب بحرص جدا على تقنيك اللي انا اعمل حاجه كويسه او شكل مميز جديد في السوق مش موجود عند حد تاني، لان انا مش لوحدي. انا في كذا تاجر عندي وفي كذا اماكن بتبيع فوارغ مستحضرات تجميل، فالنهارده ببقى حريص جدا في شركه خالد جروب ان انا اقدم للعميل شكل جديد بكواليتي نظيف كويس محترم يليق بالعميل المصري. طب خليني برضه اسالك، لو انا عميل لخالد جروب، لو انا عندي مشكله في المنتج اللي جالي، يعني جات لي شحنه مثلا فيها بعض من البرودكتس او بعض من المنتجات عبوات كان فيها خدش او كان فيها عيب صناعه، هل هقدر ان انا اغير الشحنه معاك او اغير العبوه دي، ولا التعامل بيكون ازاي؟ طبعا انت حضرتك، اولا انا ببقى حريص جدا 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 على شحن العميل، انا بشحن جميع المحافظات. تمام. يعني انت لو في اي محافظه ممكن من خلال لينك التليجرام او من رقم التليفون تقدر تعمل الاوردر بتاعك عادي وانا ابعته لك. في عملاء كتير بتقابل الحاجات دي، بس مش عيب تصنيع، لان هو لو عيب تصنيع مش هيطلع من عندي، ما ينفعش ان انا اقدمه للعميل في عيب تصنيع، ده بيخش عندي في الهوالك، ده بيتنفي خالص. طب خليني اقول لك، ازمه الكوفيد 19 او ازمه فيروس كورونا اثرت على مختلف الصناعات، واكيد بالتاكيد اثرت على الصناعه عندك او تجاره فوارغ مستحضرات التجميل. اي عميل بيتفرج علينا دلوقتي بيبقى عنده اول سؤال في دماغه، طب انا عشان اخش في التجاره دي او ابتدي ان انا اكون عميل ليك واخد عبوات،
الاسعار اخبارها ايه؟ هل الاسعار هتبقى غاليه؟ هل هتبقى الاسعار مرتفعه زي ما بقت الصناعات علت الاسعار بتاعتها، ولا قدرت انك تحافظ على سعرك قبل الكوفيد؟ لا انا النهارده بحرص ان انا اقدم لك شكل جديد بشكل كويس بكواليتي نضيف باقل جوده. ازاي باقل جوده واحنا في ظل الظروف ديت برضو مع الغلاء وكل حاجه؟ طبعا مفيش حاجه ما غليتش. باقل سعر؟ اه باقل سعر، لكن النهارده انا بحاول اخلي نسبه الربح بتاعتي لو 100% بخليها 50%، ما خلاش 100% عشان العميل ما يعني تقدر تبقى في متناول العميل. طب خليني بقى استغل وجودك معايا، لان دايما برنامج حكاوي اليوم بيكون في صف العميل. تحت امرك. عايز اعرف العروض اللي بيقدمها خالد جروب لكل المشاهدين بيتفرجوا علينا دلوقتي. انا عندي عامل يوم في الاسبوع يوم الجمعه، دي بعمل فيها حاجات يعني ده حصري في حكاوي اليوم. اه تمام، بعمل فيها يوم الجمعه يعني بيبقى في حاجات، بيبقى مثلا لو في سعر عندي منتج مثلا ب 7 جنيه بيبقى عليه خصم مثلا 5% او 10% على حسب المنتج. تقدر تعرف ده ازاي؟ من خلال لينك التليجرام. عندنا الناس اللي شغالين معانا بينزلوا الاعلانات ان النهارده في مثلا عرض على يعني في نسبة كده خصم على كل المنتجات بتتراوح ما بين 5 ل 10 ولا بتزيد؟ لا من 5 ل 10. تمام. دي كل يوم جمعة. طب انت ذكرت لي قلت لي لو انا جيت خدت من عند حضرتك ستوك كبير او عملت شكل يعني اوردر للجملة او للقطاعات تمام الكبيرة من الاستوكات، ساعتها انا بيكون ليا نسبة خصم تانية. اكيد طبعا. عايز افهم النوع ده من الخصومات برضو ازاي نقدر يعني بعد قد ايه عدد من العبوات بتقدر تعمل لي الخصم؟ النهارده انت لما بتخش معايا الجملة، الجملة عندي بتبتدي من 1000 قطعة تمام، بديك 15% من المنتج اللي هو ده الخصم، نسبه الخصم بتاعتك ده تمام خارج اللي هو القطعه. انما المشاريع الصغيره برضو احنا بنقف معاها وما بنجيش عليها قوي، بنديها نسبه خصم بس بسيطه. طب خليني اسالك، لما اوصل لل 1000 قطعه لازم من نفس النوع ولا ممكن من كذا نوع؟ لا من نفس النوع. من نفس لازم النوع لازم تاخد من نفس النوع. نفس النوع بتاخد 1000 قطعه، فبيبقى ليك سعر تاني غير متناول القطع الصغيره. طيب حضرتك ذكرت لي ان انت بيكون عندك جروب للتليجرام ممكن من عليه ان احنا نقدر نوصل للمنتجات عندك خارج جروب. تمام. طب خليني برضو افهم، هل نسبه التجاوب عندك، هل في حد مخصص للجروب التليجرام اقدر اكلمه في اي وقت، اقدر لو انا حابب اخش استفسر عن المنتجات، ولا الموضوع بيكون بيقتصر على الاوردر؟ لا طبعا انت لو دخلت استفسرت عن اي حاجه طبعا بيكون رد عليك من غير ما تشتري اصلا. يعني اي سؤال احنا بنقوم بنرد عليه للعميل، مش شرط ان انت تخش التليجرام عندنا او تخش الواتس او تعمل اوردر بتاعك عشان نرد على سؤالك. لا طبعا احنا عندنا متوفرين في ناس مخصصه ان هي ترد على الناس ديت او عملاء بتوعنا، تفهمهم كل حاجه وتجاوبهم على اي اسئله هم يسالوها. استاذ خالد انا كنت سعيد جدا باللقاء مع حضرتك. لك انا اسعد. اعزائي المشاهدين، دي كانت نهايه حلقه النهارده من برنامج حكاوي اليوم الموسم السادس على قناه الصحه والجمال. انتظرونا في حلقات اكتر ومفاجات اكتر مع قناتكم قناه الصحه والجمال وبرنامج حكاوي اليوم.